يعني بصراحة هي الأمور أصبحت واضحة كوضوح الشمس، لأنه المتتبع لتفاصيل اللقاءات وما يحصل في الأروقة السياسية، ويتابع التصريحات الإعلامية، تكون عنده صورة أوضح كثيرا من المبتعد عن الجو السياسي أو اللي مترقب. طيلة الفترة الماضية كان الخطاب في تقدم، أنهم أول بدايته سيعود الحلبوسي، ومن بعده سيكون من تقدم هو الرئيس، وإلى أن أفلس من كل هذه الوعود اللي يحاول يخدر بها الجماهير، إلى أن وصل إلى مرحلة تبنى مرشح الأخ السيد المالكي. وهذا بحد ذاته دليل على التقهقر وانسحابات وفشل بعد فشل، إلى أن وصلوا إلى مرحلة يتبنون شخصية محترمة نجلها ونقدرها. ما عندنا مع شخص السيد المشهداني إطلاقا، بل أنه إحنا نعتقد أنه من شهر الواحد، وأكو تغريدة أنا نزلتها بشهر الواحد، من ذاك الوقت عندما حاولوا أن يشيطنون المرشحين، وخصوصا السيد المشهداني، ووصفه بالإيراني، ووصفه باتهامات كثيرة، عندما كان ينافس التقدم لأنه كان مو مع هاي المنظومة. اليوم بذاك الوقت احنا قلنا سالم يا عراق ومحمود العواقب. شلون عرفتها؟ شلون عرفتها من ذاك الوقت؟ لا هسه التغريده قدامي، يعني تدري سالم يا عراق في عمق السياسه، العراق سالم ومحمود العواقب. يعني النتيجه سالم يا عراق ومحمود العواقب. هذا الكلام شهر الواحد، احنا يعني انا شخصيا نزلت تغريده قلت النتيجه النهائيه راح تفضي، لانه انا اعرف الكذب والتهويل الاعلامي، اذا راد واحد يخاصمهم يطلعون شيطان ويطلعون تبعيه لدول اخرى، ودائما عايشين دور المظلوميه، ولا كانهم هم من افسد في هذا البلد، ولا كانما هم من زوروا، ولا كانما هم من اوصل الحال السياسي الى هذا المستوى، ولا كانما هم من كانوا يديرون مجلس النواب ومشوا بطريق احنا ننتقده، والشارع العراقي ينتقده، ومجلس النواب والساده اعضاء مجلس النواب ممتعضين جدا من الفتره السابقه.